أهلا بكم معنا مشاهدي تيلي ماروك وحلقة جديدة من منطقة محظورة. إذا أردت شفاء أو صبر أو مؤخرة الفنانة المعروفة فتعالي إلينا لنحقق لك ما تريدين. طبعا كان هذا أحد الإعلانات الكثيرة التي نراها منتشرة على الإنترنت وفي كل مكان. للأسف نجد حتى إعلانات مخصصة للرجال تقول حتى لا تبدلها غيرها، أي إن المرأة شيء يمكن اختزاله في مجرد جسد وصورة. الجمال هو مفهوم متغير حسب الزمن والثقافة والمجتمع ويختلف ما بين شخص من شخص لآخر، فكيف اليوم في زمن التقدم التكنولوجي والإنترنت أصبح هناك موضة وصورة موحدة للجميع تجعلنا نتشابه خارجياً رغم الاختلافات الثقافية والاجتماعية والخصوصية؟ إذن ما هو الجمال اليوم؟ هل هو الشفاه الممتلئة أم الرقيقة؟ هل هو الصدر الكبير الممتلئ أم الصغير؟ هل هو الوجه المشدود أم التجاعيد المعبرة عن زمن وماضي؟ هل الجمال هو أن أكون مشابهة للآخر بدون خصوصية واختلاف؟ لماذا هذا الهوس بعمليات التجميل والركض وراء الجمال؟ هل هو نقص؟ هل هو بحث عن الرضا والكمال؟ أم مجرد تماهي وطبعاً تقليد أعمى؟ لماذا ومن يفرض علينا موديل ومقومات معينة للجمال يجب أن نكون عليها جميعاً ونتبعها وإلا بنكون خارجين عن هذا القطيع؟ هل المرأة هي الوحيدة التي تركض وراء الجمال وعملياته؟ أم أن الرجال أيضاً أصبحوا من المنافسين الأقوياء لها هذا اليوم؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها بالدخول. إذن سندخل هذه المنطقة المحظورة مع ضيوفنا لهذا اليوم اللي بيسعدنا إنهم يكونوا معنا هنا في استوديوهات تيلي ماروك، الأستاذة ليلى الشرقاوي، أستاذة باحثة في علم النفس. أهلا وسهلا فيك أستاذتي. أهلا وسهلا، بسعدنا وجودك معنا لهذا اليوم. أيضا بنحيي الأستاذة بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي المساواة والمواطنة وفاعلة نسوية. أهلا وسهلا فيك معنا لهذا اليوم. بسعدنا أيضا نكون معنا الأستاذ فؤاد بالمير، أستاذ باحث في علم الاجتماع. أهلا وسهلا فيك. مرحبا الأستاذة نعمت، وسعيد المشاركة في هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك. بسعدنا أنه نعرف أيضا رأي الرجال في هذا الموضوع. بسعدنا أيضا يكون معنا الدكتور حسن شادر، دكتور اختصاصي في الجراحة التجميلية. أهلا وسهلا فيك معنا. بسعدنا وجودكم معنا لهذا اليوم لنتحدث طبعا عن عمليات التجميل من جميع الجوانب، من الناحية النسوية، من الناحية النفسية والاجتماعية وأيضا التجميلية. ما رأيكم لو نبدأ، قبل أن نبدأ الحديث والغوص ربما في سبر الجمال وما يحدث اليوم من مفاهيم متغيرة في عالم الجمال، دعونا نستمع لهذه السيدة التي قامت بعملية تجميل، نستمع لها ونرى ما رأيها. مرحبا سيدتي. مرحبا، مساء النور. أهلا وسهلا فيكي، بسعدنا أنك قبلتي دعوتنا وكنت معنا لهذا اليوم. أتشرف بالدعوة من تيلي ماروك، كنشكركم بزاف وكنتمنى نكون ضيفة خفيفة عليكم يا رب. لا خفيفة ولطيفة شكلك أكيد. سيدتي، ما الذي يعني خلاك تروحي إلى عيادة التجميل؟ ما الذي جعلك تقومي بعملية تجميل وأي عملية قمت بها؟ اللي خلاني نعمل عملية تجميل هو أن سنين وأنا كنعاني من الصدر الكبير. نعم. اللي كان عقدة في حياتي، في نفسانيا وجسديا، في النوم، في اللبس، في الحمام، إلى بغيت نمشي نعوم الناس كلها كتشوف. صبرت 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 بزاف، وكان قراري الأخير هو أنني نشوف الطبيب ديالي. نعم. اللي عطيني نصائح أول حاجة باش نطمن على راسي وما نكونش خايفة. الحمد لله جلست مع راسي وأخذت قرار نهائي. من بعدها مشيت عند الدكتور حسن شادير. نعم. اللي كان وجه لي واحد تحية خاصة أولا في التعامل. أول شيء أبر العملية أو شي حاجة، أول حاجة التعامل والهضرة وكيفاش نفسانيا كيتعامل مع الإنسان. نعم. مشيت الحمد لله عنده، شاف الحجم ديال التدي ديالي كبير،
كنت غادا عنده صافي، ملي مشيت عنده قلت ليه شوف دكتور انا ما بقيتش قادره لا نلبس لا حويجي، ما بقيتش كنقدر نواجه المجتمع نشوف فيه معذبه بزاف. المهم الحمد لله شاف الحاله ديالي. نعم لقاني كنعاني بزاف، اول حاجه هو الثقل اللي السلسل ديالي كان غادي يبدا يعوج ليا، والفقرات ديال عنقي ولا يعني اتسعوا بيناتهم هذوك الفقرات، وعدم خرج ليا من فوق الصدر ديالي، والتهابات تحت الثدي لانها صارت كبيره جدا ونزلت على البطن. نعم يعني انت اضطريتي انك تقومي بهاي العمليه لانك عندك مشكله، يعني سواء راح يصير بالظهر او ثقل وما الى ذلك. كل شيء، الظهر، الالتهابات، الملابس كتشهيها بحال الناس تشتهي ملابس تلبسيها، صافي ما كيبقاش عندك رغبه في اللبس، كتعودي لابسه غير شي حاجه كبيره كيكبر في السن. ما نكذبش عليك، تلاقيت مع ناس قالوا لي لا ما ديريش هذه العمليه راه كدير من بعد سرطان، ولكن الحمد لله فكرت ان لو خليت هذيك الانسجه اللي في الايام غدا وكتزاد هي اللي كانت غتقدر تسبب لي سرطان. بالعكس انا كنحمد الله ونشكره انني درت هذه العمليه وشلت هذيك الانسجه اللي كانت غدا وكتزاد اللي هي كانت غتسبب لي سرطان. يعني مش ندماني على العمليه وكل شيء صار على ما يرام. نهائيا انا كنقول من هنا لاي بنت معقدها صدرها وصافي وملت من الحياه انها تمشي دير العمليه باش عاد غادي تبان لها الدنيا كلها اون روز كما كنقولوا، غتبان لها الدنيا زوينه وغيبان لها الملابس زوين وعلى حتى صحتها. طب بدي اسالك سؤال، انت لو انه ما كانش صدرك كبير ومزعجك ومضر لظهرك وكل هذه القضايا اللي تحدثتي فيها ونظره الناس وما الى ذلك، هل كان ممكن تقومي بتصغير او تكبير صدرك؟ ما نكذبش عليك انا مع يعني لو كان عندي صغير بالعكس نبغي ندير عمليه نكبره شويه الصراحه. نعم فهمت يعني هذا الشيء تطوع، لازم الانسان ما يبقاش يخلي هذا الشيء كيأثر عليه ولا يبقى حشمان. اي واحد عنده مشكل او عيب او شي حاجه خصو يمشي يصلحه. نعم انت تتحدثي عن عيب او مشكله ومختلف عن اللي بنتحدث عنه اليوم اللي هو الادمان على عمليات التجميل. انت حضرتك عندك مشكله وهذا شيء جميل انك الدكتور قبل انه يعمل لك اياه وانه قادر يساعدك وانك هلا انت حاسه حالك انك كثير افضل. طب تفضلي. انا كما كيك فاش كت تعملي عمليه عند الطبيب وكترتاحي ليه وكتشوفي ان الكلام اللي قال لك ان الحمد لله ما غادي يكون لا مشاكل لا الم من وراء العمليه، يعني انا الحمد لله الطبيب ديالي اللي كان وجه لي التحيه الدكتور حسن شادير الحمد لله فاش في الاول فاش كان كيقول لي شوفي راه غديري العمليه وان شاء الله ما غيكون لا الم من وراها والحمد لله واحد الحاجه حق كل شيء صار كما يرام. بس أنا راح أسألك كمان شوي سؤال مهم. نعم. جدا إنه كيف تعرفتي على الدكتور وهل فعلا دورتي بعبشتي على دكاترة إنه لازم تعرفي مين الدكتور اللي بده يقوم لك، وهذا راح نسأله طبعا للدكتور بعد قليل. ضيوفنا أكيد خليكي معنا سيدتي، طبعا خليكي معنا. نعم. بدنا نسألكم كل واحد من موقعه ما رأيكم اليوم، يعني في عندكم تعقيب على حديث هذه السيدة؟ والسيدة كما يعني استمعتم حضراتكم قامت بالعملية لأنها هي مضطرة، ثقل ظهرها، مشكلات ممكن تصيبها مشكلات جسدية وما إلى ذلك، وأيضا ثقة للمجتمع اللي بنظر لها ربما نظرة إنه صدرها كتير كبير مش قادرة تلبس مش قادرة تروح على البحر مش قادرة تعمل أي شيء في حياتها. ربما نبدأ بعلم الاجتماع. نعم وبحقيقة لا بد قبل الحديث والدخول زعما في صبر الابوار ديال هذا الموضوع هذا الذي زعما اصبح يحظى بواحد الاهتمام متزايد لابد من الحديث على السياق ديالو التاريخي. نعم. فالمساله ديال الجمال ارتبطت بالثقافات قديمة جدا. نعم. قدم الحضارات، انا اتحدث فقط على الحوض ديال البحر الابيض المتوسط، الثقافه اليونانيه الرومانيه الحضاره العربيه الاسلاميه، الجمال دائما كان حاضر الا انه بالفعل المعنى ديالو تحول وتطور مع التطورات اللي عرفها المجتمع، لكن هو من الناحيه الفكريه هو ملتصق بثقافه الجسد. اي بفلسفه الجسد، وإذا أردنا أن ندقق بشكل كبير أقول سوسيولوجيا الجسد. أكيد على أن الكتابات في هذا المجال ليست غزيرة، لكن مجموعة من المفكرين الكبار
حاولوا أن يكتبوا في هذا المجال أمثال ميشيل فوكو على المستوى الغربي ومفكرين آخرين، وعلى المستوى المغرب على أنه فاطمة المرنسي كذلك تعرضت إلى هذا الموضوع. إذن هذا الموضوع هو ملتصق بسوسيولوجيا الجسد، إلا أنه يجب أن أؤكد على أمر مهم، على أنه اليوم نعيش في مجتمع مسمى بمجتمع المعرفة والإعلام، تتحتل فيه التقنيات الجديدة للاتصال والإعلام الدور المحوري والمركزي، وبالتالي أصبحت المعلومة تصل في الوقت الزمني الفعلي في الطون غيال، وبالتالي اليوم أصبح بإمكان أي واحد أن يطلع على ما يحدث مثلا من عمليات ديال التجميل في أكبر المستشفيات الأخيرة. وهنا العالم أصبح اليوم كلنا نعم على أننا في قرية صغيرة، لكن أعتقد على أنه حتى يمكن أن نخرج بنتائج تحليل ديال هذا الموضوع علينا أن نميز بين أمرين هامين جاءوا كذلك من خلال السيدة التي تحدثت. هنالك العمليات ديال التجميل الاضطرارية، مثلا عندما تكون شي حاجة شي تشوه معين، والتشوه بطبيعة الحال ما دام على أنه المجتمع هو اللي رسم واحد الصورة اللي تبغي الجميع على أنه يبان بها، لكن عندما تكون الأمور طبيعية وعادية أنا أعتقد كباحث في علم اجتماع صعب جدا أن أرمي بجسدي وبحياتي في عمليات ستحول ما هو طبيعي، باش نكون غير متفقين، ما هو طبيعي مع احتراماتي للناس ديال الطب على أنه مهما كانت العمليات لن يستطيع الطب أن يعيد الأمور الطبيعية، بإمكانه أن يصحح أن يرمم لكن أن تعود الأمور الطبيعية ابدا. لكن بطبيعه الحال عندما تكون هناك تشوهات ناتجه عن حوادث سير، عن حرائق، عن اكيد على انه اذا كان الطب بامكانه ان يتدخل لكي يصحح نوعا ما هذا التشوه، انا الذي الان يحز في نفسي هم الذين بطبيعه الحال يريدون ان يظهروا بصور تفرض عليهم المجتمع، المجتمع يريد للمراه مثلا ان تظهر بصوره معينه. وأكيد على أن كاين كتاب مهم لابد أن أشير إليه ديال كوفمان الباحث الاجتماعي الفرنسي لا غير دي فيس، مثلا هذه المعركة اليوم اللي قائمة في المجتمعات ديال الحوض، أنا لا أريد أن أسمي واحد المسمى متداول لا يليق، أنا أقول غير هذه المسألة ديال الحوض والخصر. فاليوم هذه المسألة أنا أكيد على أنكم سمعتم ما وقع في الدار البيضاء، على أن كاين بعض الناس يمشيوا وعند الناس ماشي أطباء بالتالي تعرضوا الجسد ديالهم ديزانجكسيون الى اخره، وقد تنتج عنها مسائل اللي قد تودي بحياتهم او تخلي عندهم تشوه مدى الحياه. اذا هذا هو التمييز، اذا كان الامر بالفعل يستدعي القيام بعمليه ديال التجميل من اجل التصحيح والترميم يا الف مرحبا، لكن ان اقوم بعمليات ديال التجميل لكي اظهر للمجتمع وابرز جسدي، راه المراه ماشي غير كيان بيولوجي، راه كيان اجتماعي. سنتحدث عن هذه القضية بشكل مفصل مع حضراتكم، ولكني حابة أشوف رأي الدكتور، لأنه إحنا يعني موجودين معك كلنا وبنحس كأنك أنت حطينك في قفص الاتهام، وليس هو قفص الاتهام، لأنه نحتاج إلى التجميل وإلى أطباء التجميل، لأن هناك الكثير من الأمور التي تستطيعون ترميمها والقيام بها. ولكن ما يحدث اليوم، ما رأيك دكتور بما يحدث اليوم أنت كطبيب؟ قبل ما نتحدث ما يحدث اليوم بغيت الملاحظة الأستاذ. أكيد عندك أكيد. ملاحظة أنا كنت متأكدة. الأصل الجراحة التجميلية يعني هي جراحة اللي هو علم يعني من القدم. يعني المخطوطات اللي عندنا يعني هناك مخطوطات يعني حتى 3000 سنة 800 سنة قبل الميلاد. والأب ديال الجراحة التجميلية هو واحد الجراح هندي اللي سامهيتا سوشهوراتا سامهيتا، اللي هو أول لا يعني أول طبيب جراح معروف، لأن يعني قبل كانوا عنده أطباء جراحين، يعني اللي عندنا المخطوطات ديالو والعمليات اللي كيدير. وكاين واحد العملية ديال تجميل الأنف إلى يومنا هذا مازال كنستعملوا نفس التقنية، يعني ديك التقنية عندها كاين واحد الإضافات يعني تقنية، ولكن التقنية في الأساس ديال نفس الجراح هذه. من جهة المسألة الثانية مسألة ديال الجراحة التجميلية، الجراحة التجميلية كتنقسم لجوج أجزاء، كاين جراحة تجميلية حنا كنسميوها تحسينية، وكاين جراحة تجميلية تقويمية. ألوغ وبجوجهم كيلتقيو في واحد المحور اللي هو التجميل. الجراحة التجميلية التقويمية كما تطرق الأستاذ هنا التشوهات، ممكن تكون تشوهات خلقية ولكن تشوهات
باش كنعرفوا ان تشوه او يعني كيك شوز كي ني با لا نورم هذه كتفرضها اللي كفرض عندنا هو المجتمع ويعني سكون ابل حنا كنسميوه لا نورم يعني التضاريس ديال الجسد لاناتومي. هناك علم ديال التشريح ديال لاناتومي اللي كيقولنا ما هو طبيعي وغير طبيعي. هذه من جهه. عندما كتكون واحد التشوه خلقي كتكون واحد الجراحه تقويميه باش ترميميه، وفي الجراحه التقويميه الترميميه ما يمكن لا انا جاي انا مشكله في هذا أنا جايك. ما عندنا اي مشكله، بس المشكله لا. دكتور حيت هنا كان واحد اللبس عند الاستاذ بغيت نوضحه. كاين هناك جراحه تقويميه تجميليه تقويميه، وكاين هناك جراحه تجميليه تحسينيه. ان الانسان كيحسن من المظهر ديالو لان كلنا كنشيخو، كلنا كنهضرو، كلنا كتبان فينا مظاهر شيخوخه. من منا لا يريد ان يكون دائما السبب الرئيسي ان الناس كيجيو العمليه ديال التجميل هو انهم باش ينقصوا من المظاهر الخارجيه ديال الشيخوخه. اما اننا نعطيهم واحد الجسد جديد فهذا لا يمكن دكتور. ولكن ما يحدث ولا باز ديال الشيروجي استيتيك، لا باز ديال الشيروجي استيتيك، احنا متفقين معاك دكتور. كما كنقولوا بالعربيه بالفرنسيه سي دي ديسبوزيسيون اناتوميك، يعني مقومات نعم. جسديه يختلف من شخص الى اخر. لا يختلف، تقدرش تقدرش تعمل سيغتين سون بيل il faut les préserver ou certaines sont laid il faut les embellir. هذا هو الاساس. اما يعني الخطاب الكاريكاتوري والنظره الكاريكاتوريه دكتور، ولكن يحدث يعني ما كاينش يعني ما كاينش انفع للطلب او عين على الطلب او مخ على الطلب. لا نتحدث عن حضرتك، نحن نتحدث بشكل عام. هناك اطباء تجار إذا صح التعبير، اسمح لي، هناك أطباء أصبحوا تجار اليوم، ونعلم الكثير من الأسماء، لا نريد أن نذكر أسماء، سواء هنا في المغرب وفي لبنان وفي الخليج وفي عدة بلدان. تركيا أصبح هناك أيضا سياحة تجميلية، سياحة تجميلية. هناك من يقوم بأمور غير طبيعية إلى المرأة، يعني ترى المرأة شفاه هكذا، يعني تشويه تام لهذه المرأة، وفي بعض الأحيان أكثر. تحدث دكتور، تحدث، ولكن أنت هل حصلت معك بصراحة هل جاءتك امرأة وقالت لك أريد أن أصبح مثل هذه السيدة أو مثل هذه الفنانة؟ بصراحة دكتور، هل قبلت؟ هل رفضت؟ اللي خصنا نعرفوا احنا في واحد العالم ديال السوشيال ميديا، يعني ديال طبعا الانسكيل انستغرام سناب شات الى غير ذلك، يعني لا ريفيرونس ديال الجمال وديال لابوتيل ولا تاع الناس والاغلبيه ديال السيدات للاسف ولا هو سناب شات والانستغرام. هذا واقع، لا هذا واقع. ولكن حنا كاطباء فاش كيجي عندنا كتجي عندك واحد السيده كتقول لك بغيت فحال هاد التصويره، اول حاجه كنشرحوا لها بان ديك التصويره كاين ان فيلتر، ودوك لي فيلتر يعني دوك لي كما كنقولوا دوك لي ريفيرونس ودوك المقاييس ديال سناب شات او انستغرام هي مقاييس غير طبيعيه وما يمكنناش نديرهم، لان الشكل الهيكل العظمي ديال الانسان يختلف عن لي كارغ انتر بيبيلير اللي كيكون بالعينين ماشي هو هذاك، المقاييس ديال الانف الى غير ذلك. دونك حنا هذا هو الهدف ديالنا كاطباء، وهذه هو اخلاقيه ديال الطب، اننا يعني ديك لا بيرسون حنا اوني با دي بريستاتير دو سيرفيس كما كنقولوا بالفرنسيه، يعني على الطلب بغيت هذا البطون نوركوا عليه. هناك من يقوم دكتور، انت متفق معي بان هناك اطباء ربما يخرجوا عن كيبقى شوف مهنه الطب ويصبحوا كما كنقولوا حتى وحده كتخنس شواري، ممكن في جميع البروفيسيون ماشي غير في الطب. طبعا طبعا طبعا، ولكن اليوم نرى هناك احنا في المغرب كمان عندنا واحد لا ريغلومونتاسيون اللي شويه سنتحدث عن هذه يعني مقارنه مع الدول الاخرى، وعندنا الكونسي ديال لورد في المغرب اللي مزير مقارنه مع الدول الاخرى. سنتحدث عن بعض طبعا التي وصلت لدرجه انها توفيت. طب خلينا نحكي للستات شوي، شفتوا الرجال اخذوا الكلام. جمله بسيطه ارد بها الدكتور، تحدث غير واحد الجمله قال الشيخوخه، اعتقد هنا حضرت لي واحد القوله ديال المرحوم الحسن الثاني، قال بان لا فييس سيريبرال، جسدنا سيشيخ مهما تدخل الطب سيشيخ. وكاين واحد القوله جميله، امراه اللي وصلت لواحد السن وتحدثت عن كل التجاعيد اللي فوتها، قالت هاد العينين اللي عشت بهم واحد 70 80 سنه كم نظروا الى الجمال وكم عايشوا هاد الشفاه، كم قبلوا كم الى اخره، لكن ان نحلم باننا سنحد من الشفاه الى الشفاه التي نعم لا يستطيع الطب مهما وصل تطوره ان يحد. نريد ان نسمع اصوات النساء قليلا قبل ان نتوقف في الجزء الاول ثم نبدا الجزء الثاني. ما رايك استاذه ليلى؟ في الواقع ما رأيك أنت كامرأة بهذه العمليات؟ كامرأة أو كمتخصصة كيف تحللين هذا؟ كيف تذهب النساء لتغير أنفسهن بهذه الصورة؟ كاين فرق ما بين متخصصة وما بين رأيي كامرأة، وأنا أعطيكم الآراء بجوج. أولا كمتخصصة هذا موضوع تنعيشه واقع، تفرض نفسه أن هذا
الإقبال الكبير على عملية التجميل وعلى يعني تشبع معايير الجمال الحالية اللي تنعرفوها كاملين. هذا نابع من أن المجتمع تيركز على لوجونيزم، يعني تنحرصوا باش نخليو هذاك الجسد على الشباب ديالو، تركزوا باش يبقى شاب الجسد. هذا واقع تنعيشوا كاملين. بقى السؤال مطروح، علاش هاد النساء تيوقعوا فريسة وضحية لهاد التسويق ديال هاد الصور والمعايير ديال الجمال؟ هنا غادي ندخلوا للجانب النفسي، لأن العلاقة ما بين الإنسان والجسد ديالو تتحكمها عدة متغيرات، لأن الجسد هو كإحساس، كشعور واعي وشعور غير واعي. وفي المراهقة تظهر هذا الاضطراب، ربما تكون شي حاجة باساجير، من بعد الواحد تيتقبل الجسد ديالو ولا تيبقى ما متقبلش الجسد ديالو، وتنتج عليه اللجوء، التغيرات الفسيولوجية التي تحدث، وبعض الأمراض النفسية كم لا ديسمورفوفوبي، يعني الشخص كيف ما كان ما راضيش على نفسه وتيشوف نفسه واحد الصورة اللي ماشي واقعية كما تيشوفوا الناس الآخرين. دونك علاش السؤال اللي نقدروا نطرحوا، علاش هاد النساء عندهم اقبال كبير والرجال ما عندهمش اقبال بالمقارنه أصبح مع النساء؟ شايفي الدكتور بيقول لك اصبح ولكن ليس أصبح. علاش هاد المراه خصها تسعى جاهده لابراز أن تكون دائما بافضل جسد. صوره وجسدها كامل، حتى ربما ايضا جذب اهتمام الرجل، انها تكون دائما مرغوبه مثيره. تماما. باش نكمل الفكره ديالي، انت لست كذلك، ربما الدكتور أي الاستاذ ايضا ليس كذلك، ولكن المراه تشعر بان الرجل ينجذب الى المراه المثيره، الرجل التي تشبه المراه الممثله الفنانه. هذا هو، لما بديش احكي اسامي يعني نانسي عجرم وغيرهم من السيدات اليوم اصبحنا هم كارداشيان وغيرهم ايضا، ولكن الجمال الذي كنا نتحدث عنه، الجمال الداخلي، أين أصبح اليوم؟ كنا نتحدث دائما الجمال هو الجمال الداخلي، هل ما زال موجودا اليوم هذه المقولة أستاذة بشرى؟ بالطبع هذه المقولة بحال تبخرات، ولكن احنا اليوم نتكلم على أي جسد، على أي جسد نتكلمه، واش الجسد ديالي ولا الجسد اللي تنتقاسمه مع الآخرين؟ للأسف الشديد هو أن كل أجساد ولا تعتبر راسها انها الاخر خاصو يشوفها في واحد القالب معين، بحال احنا واحد عجين تنديروا واحد الحلوه وكاين واحد القالب وتنخرجوا به واحد الكعك، كعك معين، كعك معين، ولكن خاصنا نكونوا تنتشابهوا بعضنا، خاص الانف بواحد الطريقه، خاص الخدود بواحد الطريقه، الشفاه بواحد الطريقه، المؤخره الى اخره. دونك كاين مشكل حقيقي، نظرا لان كما قالت الاستاذه كاين مشكل نفسي اللي تتكون عند هذيك الضحيه، تعتبر انها ضحيه هذيك المراه، بحكم كاينه اعلانات اللي تتيرها، كاين لي ريزو سوسيو اللي تاتي غير لاطونسيون ديالها بواحد الشكل فظيع جدا. دائما تتشوف واحد المثال قدامها ديال مغنيات، ديال ممثلات، ديال النجوم والنجمات، نعم، اللي اصبحوا اليوم جدا مشهورين، والمؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، نعم، اللي بيبرزوا اجسادهم بصوره غير طبيعيه، واللي بيبينوا لك وين عملوا العمليه وبيشرحوا لك كل شيء. يعني نظرنا الى الانستغرام وكل هذه والانترنت وما الى ذلك، بتشوفي كل شيء، يعني بتشوفي شغلات حتى ما بتفكري فيها، تجدي ما لا نستطيع الحديث عنه من امور. ولكن انا هي بنت رجع للحاله اللي فضل. تكلمنا عليها السيده اللي تكلمت حقيقه انها مشات اضطراريا تمشي دير العمليه، ولكن في الحديث ديالها تكلمت ان كون كان عندها تدي اصغر كان ممكن دير نفس العمليه. اذا هنا كاينه رغبه في الجمال، رغبه في امراه اخرى تكون احسن. وهذا غير خاطئ، لانه كل واحد فينا بحاول انه يجمل نفسه قليلا، اليس كذلك؟ يعني اذا عندك شويه مشي بجراحات تجميليه، بس مش انك تروحي الى ابعد من انك تروحي مثلا 10 عمليات. نروح انه نتحدث عنه هو الادمان والهوس بالعمليات التجميليه، وليس انك تعملي عمليه تجميليه انت محتاجه لها، او انك بدك تبيني جمالك وما الى ذلك. ضيوفنا هناك الكثير من الأسئلة والكثير من الحديث طبعا، ولكن نتوقف الآن مع هذه الاستراحة الإعلانية، وبعد ذلك نعود للجزء الثاني من هذا البرنامج. يا ريت تبقوا حضراتكم معنا.
عودة لمنطقة محظورة وعودة طبعا لضيوفنا اللي موجودين معنا اللي بنحييهم بنقولهم أهلا وسهلا فيكم معنا مرة أخرى. وأعود لك دكتورة، أنا بعرف أنك زعلانة لأني أنا قطعتك في شايفة أنا جدا صريحة، خلي المستمعين يكونوا معنا، طبعا مشاهدينا يكونوا معنا ويعرفوا ما الذي يحدث هنا. تحدثنا طبعا خارج الهواء، ولكن لنعود لفكرتك، وفكرة هي قوية جدا، لنتحدث عن جسد المرأة. كيف ننظر نحن وكيف نتقبل نحن كمجتمعات عربية إسلامية جسد المرأة؟ كيف نظرتنا هي إلى الجسد؟ باعتقادي عندنا مشكلة مع أجسادنا، ليس كذلك؟ الجسد، نظرة المجتمع إلى الجسد وليست نظرة المرأة إلى جسدها. المجتمعات عنده معايير ديال الجمال، جميع المجتمعات عندها معايير. من يضع هذه المعايير؟ من؟ هذا هو السؤال المحوري. لماذا ومن ولمن؟ لمن هذه المعايير؟ منذ القديم كانوا علامات على جسد المرأة تترمز لأشياء عندها دلالات وعندها أبعاد، حيث الجسد هو واحد العالم مصغر. عالم مصغر فوق عالم كبير، وهذاك الجسد عنده امتدادات، يعني الشرف ديال العائلة تكمن في جسد المرأة. وهذا الشيء ماشي غير في المجتمعات العربية، في الثقافة الإيطالية عندهم جرائم تأرو الشرف، لا فونديتا معروفة عندهم، يعني جسد خصو يكون حرمة. في جنوب محضور. أمريكا نفس الشيء، جنوب أمريكا كثير من يعني جسد المرأة تحمل معه دلالات رمزية و أنتروبولوجية وتمتد العائلة ديالها. هذا علاش تنظروا ليه بواحد سا ديرونج، هو شي حاجة كي ديرونج، إلا برزات بزاف سا ديرونج باسكو فيها لا سيدكسيون، تجذب الأنظار وتتولي خطر. يعني هو داك الجسد تحمل معاه العائلة، يعني بحال تدخل للعائلة. فكرة ذكورية اللي بتتحدثي عنها، لأنه أنا أيضا جسد الرجل يجذبني، يعني مفروض المرأة جسد الرجل كرجل يجذبنا أيضا، أليس كذلك؟ فلماذا هذا التحريم أو التابو لجسد المرأة ولكل ما يخص المرأة ولجمال المرأة؟ لماذا التحريم عنده جذور تاريخية وأنتروبولوجية؟ لأن المرأة هي التي تحمل النسب، هي التي تحمل السلالة، يعني يجب الحفاظ على ذاك الجسد، على الجسد، لأنه يحمل النسب والإرث ومشاكل متغيرات أخرى. إذن هاد المعايير رجعوا المعايير ديال الجمال أن تتغير حسب الحقب التاريخية، وأن المرأة ديما كانت تتحمل دلالات في الجسد ديالها. الدليل هو الوشام، كان شحال هادي دابا رجع الوشام، البيرسينغ، الأرداف، الشفاه، كل هاد الشيء. نعم، يعني في فترة من الفترات زمان كانت المرأة في الخمسينيات والستينيات لازم تكون ممتلئة الجسد، بعد ذلك أصبحت ضعيفة، واليوم عدنا أيضا إلى الأرداف الممتلئة ربما قليلا. لست أدري رأي الدكتور، لأنه هلا الدكتور حيعطينا الموضة الموجودة الآن في الوقت الحاضر. تفضلي. ألوغ، كان الجسد ديال المرأة ماشي نهضروا غير التاريخ المغربي، كانت المرأة مرتاحة، تقدر تاكل اللي بغات، ما عندهاش مشكل ديال الوزن. دابا ولات عندها خصها تبقى في واحد الوزن وخصها تبقى في واحد لا فورم، وهذا قمع لطيف كما سماه ميشيل فوكو، ان القمع تعاد بصياغ اخرى. شكون اللي صاغها؟ صاغوها الاشهارات، يعني صاغوها التسويق الطبي ديال التجميل. هذا راه ما يمكنش نكرو هذا الشيء، هذا واقع كاين، ان كاين تسويق، كاين اشهار، كاين لي ريزو سوسيو اللي كي الفيكول كيدوزوا هاد لي ميساج، وسورتو لواحد الفئه هشه ديال الشباب والشابات اللي باقي تيبحثوا على ذاتهم، باقي تيبغيو يبنيو الهويه ديالهم، وتتبعوا هاد لي زانفلونسور ولي زانفلونسوز اللي عندها واحد الارداف، اللي عندها واحد الصدر، اللي عندها واحد الشفاه، اللي عندها دونك تيبقاو يقلبوا على هاد المعايير. والمشكل الخطير ماشي هو ان قمت بعمليه التجميل صافي انتهى الموضوع، ان تدخل واحد المتاهه، لان المشكل النفسي حاضر ما تعالج. اذا هي مشكله نفسيه، لانه عملت فعلا عمليه لم تحصل ربما على النتيجه التي تريدها، وتبحث بعد ذلك عن الكمال. طب هل ممكن نحصل على الكمال؟ هل ممكن ان نحصل على الرضا؟ لست ادري، هذا سؤال. كيف يحصل تكون صوره بعد ديال الكمال؟ كل شيء نسبي،
من بإمكانه أن يرسم لنا الصورة ديال الكمال؟ أنا أتفق مع الدكتورة، خصنا نحدد المسائل. نحن لسنا في هجوم على طب التجميل أبدا، أقول أننا التجميل عنده مجال ديالو، المجال عندما يتدخل لتقويم مثلا تشوهات معينة. لكن الدكتورة عندها صحيح جدا، المسألة بالنسبة للطب يتعامل مع الجسد البيولوجي، كل جسد ماشي بيولوجي، الجسد كما قالت راه عالم ديال السيكولوجي ونفسي. راه ملي تنغير شي حاجه في هذه اكيد التاثير ديالها النفسي سيواكبني الى اخر لحظه في حياتي. هل مجتمعنا هذا اللي ادى اقول؟ لكن نعم. اعود الى مساله نعم. تحدثنا كل شيء على التنميط والتاحيد. نعم، ان احدى مميزات العولمه الثقافيه هي دي مسألة ديال التنميط والتأحيد، على أنه كاين نموذج معين بين قوسين علينا أن نتشبه به جميعا. طب هل يمكن أن أكون أنا مثلا في الجسد أنا مشابهة لامرأة تعيش في مثلاً فنلندا أو في فرنسا؟ هل هناك، أين هي هذه الخصوصية، أين هذه الهوية؟ هل هو يعني ربما ابتعادنا عن هويتنا، ربما عن جذورنا، عن معرفتنا لأنفسنا، هو ما جعلنا ربما نغوص في هذه المتاهة في بعض الأحيان؟ وتحدثي قبل قليل، هي صعبية، نعتبر أن هاد النساء اللي تلتجئوا للتجميل بهالطريقة اللي يمكن فيها الإدمان كما قالت الأستاذة، هو ناتج من واحد التربية اللي تنترباوها منذ الصغر، على أننا بأن الجسد مهم، بأن المظاهر مهم، بأنني أنا سوف أكون زوجة، وهذيك الزوجة خصها تكون بواحد شكل معين من أجل أن نبقى قابل عليا ذاك الزوج، وما يكونش طلاق وما يكونش مشاكل إلى آخر. هذا الشيء تنعيشوه حنا كجمعية مثلا اللي تيجيو عندنا نساء وتيتكلموا على هذا الجانب. كذلك المشكل ديال أن تتولي كنا تناكلو بشكل عادي جدا، وليتي تدير داك الحميه، عندك واحد الغداء اللي خصك تاكلو بواحد المقادير الى اخره باش تبقى بواحد الشكل. كذلك تولي تتشبه بالاخرين، واحد السيده شفتها في لاباج مثلا فيسبوك ولا انستغرام خصني نكون بحالها، وهذا مشكل حقيقي. تتلقى مثلا المراه اللي وصلت واحد 40 ولا 50 سنه اللي باغا تولي ترجع للسن اصغر منها، لانها ما بقاش باغا تجاعيد في الوجه ديالها، بالرغم ان التجاعيد هي كما قال الاستاذ هي. لا تعتبرون ذلك حرية شخصية لهذه المرأة؟ يعني نريد أيضا أن ندخل في أمر معين، هل لها الحرية بأنها لا تكبر، أنها لا تشيخ، أنها تشعر بنفسها بأنها جميلة وبأن، ولكن هي الإنسان، هي المرأة الإنسان، كلنا هي المرأة الإنسان، لسنا الشيخ كلنا، ولكن المرأة الإنسان، ماشي المرأة السلعة، مرأة واحد الآن أوبجي اللي إحنا نديروها بواحد قالب معين، ولكن ليس أبعد من ذلك. دكتور شوفوا الدنيا كحد من الموضوع من الاساس ديالو، هو الجمال هي هبه ربانيه وصفه ربانيه، الله جميل ويحب الجمال. اي نفس بشريه سواء كان رجل او امراه هي تواقع للجمال ولا بيرفيكسيون، ولكن لا بيرفيكسيون ما عمرنا ما كنوصلوها، ما راح نوصلوا. الجسد البشري غير كامل وغير متماثل 100%. حنا عندنا ما يسمى في الطب كنسميوه عدم التماثل الفيزيولوجي، اسيميتري فيزيولوجيك. كنشوفوا العين ماشي كيقربوا يعني لبعضياتهم ولكن ما كيتشابوش، حاجه كبر من الحجم. الان في قسمنا على جوج غير تشابه، تدي اليدين ما كاينش عندنا يعني شي خليه في الذات كتشبه الخليه المقابله لها، دائما هناك واحد التماثل. عندما نقترب الى التماثل كيكون هناك جمال، ولكن الا كنبعدنا على داك التماثل بزاف هنا كيكون يعني سكون ابل لا ليدور بالمفهوم، حنا المفهوم الطبي ديالنا في طب الجميل. خلينا مساله اخرى ثاني، بدينا هنا في البليه احنا محاكمه للمراه، كنساو بان المراه ماشي غير جسد، وكما تكلمنا على الروح، يعني الجمال هو جمال الروح بالاساس، والانسان من حقه حريه شخصيه. من يفكر اليوم بهذا انه ممكن لو ديك السيده فاش كتجي مثلا كتبغي دير عمليه تجميليه كسوا بشقها تقويمي او بشقها تحسيني، لان عندها ان بوزوان، راه حتى واحد ما كيدير لها يعني فردي فوق من راسها وكيقول لها سيري ديري ديك العمليه، لان عندها مشكل، والمشكل ماشي بالضروره مشكل نفسي، لان حنا كاطباء جراحين تجميل حنا في لا فورماسيون ديالنا عندنا يعني كاين في بعض الحالات اللي كتكون ديك لا ديسمورفوبي، يعني المشكل ديال سكون ابل لا ديفورماسيون دو ليماج دوفون ميغوار، ان السيد فاش كيشوف او السيده كتشوف راسها قدام كيف ترى نفسها في المراه، كتشوف راسها مشو، هذوك سي ديكار كون ديتيكت، وهذوك ما كنفتحوش لهم، وهذوك من موانع عمليه التجميل. هذا هو الاساس. وكاين هناك حالات شاده، الشد لا يؤخذ به. انا كنقول لك الاغلبيه ديال العمليات ديال التجميل، اذا انت كطبيب
اللي كنعملوا اغلبيه في الغالبيه ديالها كسوا بشقها التجميلي التقويمي او التحسيني كناخذوا هي مقومات الجمال الطبيعيه ومقومات الجسديه ديال ما يسمى بالجسد المثالي. وهنا الجسد المثالي هنا يعني ما عندناش نفس المقاييس في حوض البحر الابيض المتوسط، ماشي نفس المقاييس اللي كاين في عند الجنس القوقازي في شمال اوروبا، ماشي نفس يعني المقاييس اللي عندنا عند الزوج. نعم. بشكل فعلا جميل للغايه، ولكن هل جميع الأطباء يقومون بذلك؟ يعني حضرتك لما تجيك سيدة تعمل أول عملية بدها عملية ثانية وثالثة ورابعة وخامسة بدها تغير الكثير من الأمور، هل تتبعها؟ هل تذهب معها؟ لأن هي مثلا تشعر أنه هذا بزوان، أنها محتاجة لهذه العمليات. أنا عاود نغفر على كيستيون ديالك، لأن السؤال ديالك مطروح بواحد الطريقة اللي هي أقرب إلى كاريكاتور. السيدة ما كتجيش تقول لك العملية الأولى وكان هي ندير العملية الثانية الثالثة، لا هناك كاين أن بوزوا. لا أنا بعرف سيدات بهذه الصورة كاين أن بوزوا، هو باش نعملوا مثلا كاين المشكل ديال عندنا في المغرب، خصوصا في المغرب كاين مثلا عندنا الوزن الزائد. نعم. وهذا الوزن الزائد يعني يؤدي إلى نقولوها تشوه، لأن لوبيزيتي ديجا لوبيزيتي سي مالادي، هذه واحد. ومن حاجه اخرى فاش كيكون داك سكون ابل يعني كتكون عندنا الشحوم في يعني في المناطق الخارجيه ديال الجسم. انت تتحدث دكتور عن حالات يجب ان نقوم فيها بعمليات ماشي ضروريه، راه هذا واحد الحاله ديال جراحه تجميليه، ماشي تقوي، ماشي بشقه التقويم، هذا بشقه تجميلي. نعم. وهذا كيجيو الاغلبيه كتكون عندهم مثلا يعني المنطقه ديال لي بوانيا دامور او لي فلون عندها الشحم اكثر من القياس، ممكن نحيدو من تماك وممكن نحقنو في المنطقه اللي ما عندهاش مثلا دهون كافيه. انا اتحدث يا دكتور باش كنحافظوا على واحد القوام اللي هو طبيعي واقرب الى الطبيعه. يعني هناك سيدات مؤثرات غيروا شكلهم حتى تشبه باربي، لعبة باربي. أنا لا أتحدث عن هنا فقط، ولكن هناك فعلا بيذهبوا إلى مرحلة وصلت إلى الهوس بعمليات التجميل. هذا ما نتحدث عنه. هذه حالات كتبقى حالات شادة وحالات قليلة جدا يعني بالمقارنة. إذا أنت لا تتعامل مع هذه الحالات، لا يمكن أنك تعملها عمليات. لا هادو ما خصناش نديرو عمليات، لأن فاش كيكون حنا كما كنقول لك ني با دي بريستاتور دو سيرفيس، ماشي إنسان يجي عندي يقول لي بندير عملية بدي أعمل له زيها. لا ما يمكنش. كنقولوا طب انا عندي صوره لوحدي، ممكن اجي عندك تورجي تزبطنا. طبعا نمزح. المهم انا باش ما نبقوش نتحدوا، لنا الطبيب يمكن تكون عنده اخلاق وتيتعامل. نعم. بشكل مهني ويحترم الديونتولوجي. نعم. ديال الطبيب. لا نحن الان نتحدث على ما يجري مع التجار، تجار الطب. نعم. اليوم انا نقول ما يجري في المجتمع. نعم. الغالبيه العظمى باش نكونوا متفقين على انهم يسعون الى التجميل فقط لكي أظهر جسد للآخرين، كيطلبوا مني المجتمع ليس من نفسه. وعلاش تنركز بزاف أنا على المرأة؟ لا تنركز بزاف على المرأة لأنه بالفعل جبدت الدكتورة المسألة ديال الإشهار. الإشهار يمرر خطابات خطيرة جدا تشيء المرأة، أقدم المرأة كشيء. لا نريد أن نتعامل انظروا مع الإعلانات كيف تبرز المرأة ككيان اجتماعي، هي كيان فقط بيولوجي. لا تحتوى المسألة أنها خطيرة جدا. نعم. هذا له مجتمع استهلاكي، سأعيدها وأكررها. شكون اللي تيحركوا؟ اللي تيحركوا هو عامل الربح. نعم. هو الذي يحرك هذا المجتمع، وتعتقد على هذه من الابجديات والبديهيات ديال النظام الراسمالي المتوحش على انه يسعى، وهنا ندمجوا فيه بزاف ديال المهن، الكل يسعى الى الربح. هنالك من يحافظ على واحد النوع ديال الاخلاق المهنيه، ولكن اعتقد على ان الغالبيه تجري وتركض وراء الربح، لا يهمها فقط المساله انها قابله ان تقوم بعمليات. شوفي معايا اليوم، دخلوا اليوم اللي تقولوا لي على ريزو سوسيو، شوفوا شناهي الاشهارات. هذا باغي نكبر هذه عند الرجل، باغي نكبر هذه عند المراه، تعطيك شي ادويه الى اخره، وهذا هذه عمليات. انظري ما يقع في تركيا حاليا. نعم. انظر مصائف. هذه مسائل كلها فيها عامل الربح هو الذي يحركها. دكتور سريعا لانه سنسمع صوت الشارع. غير باش يعني نوزن حسن. نعم. استاذ وتكلم على واحد المشكل ديال يعني فاش كنتكلموا على الطب التجميلي بوحده، فاش كنتكلموا على المشاكل اللي كتوقع في التجميل بوحده، لان المشكل ديالنا في المغرب وهذا مشكل خص السلطات اللي قالنا الحل، ان الاغلبيه الناس من غير ذوي الاختصاص ومن غير الميدان، ماشي اطباء كيتلاحوا هذا الشيء. احد اسئلتي وهذا الشيء اللي ولا الغالبيه الكبرى. اين هي الرقابه دكتور؟ اين هي الرقابه؟ هناك مثلا صالونات تجميل، صالونات تقوم ببوتوكس، منازل كاين منازل كيديروا دي بوتوكس بارتي. هناك اطباء جلديه يقومون بعمليات صالونات تجميل، من ليسوا من ذوي الاختصاص. نعم. كيقوموا بهذه العمليات.
يعني بالفعل سي نورمال ان يكون هناك مشاكل. اي دونك المشكل الاساس هو خصنا نحلوا هاد الناس اللي ليسوا من اهل الطب ومن ذوي الاختصاص ما خصهمش يتلحوا لهاد هذا ما نتحدث عنه دكتور. يعني المشكل ديال صحيح ما قال الدكتور. نعم. الطبيب محكوم مجموعه من القوانين نعم. والتنظيمات نعم. يتحرك داخل واحد الاطار اللي مضبوط وعنده اخلاقيات المهنه. يجب ان يكون انا اتحدث على ما يجري في المجتمع. نعم. اكتمني شكون اللي خصو يدير هذا؟ خصو السلطه، لان حتى لو كونسي دو لورد يعني الهيئه ديال الاطباء هي كتراقب الاطباء فقط. نعم. ما عندهاش السلطه ان تراقب غير الاطباء. الهيئه الاطباء ممكن تجي لاي كابيني الكوميسيون كيديروا بلا ما يسكتوا الكثير من الصالونات والكثير من الناس، ولكن ما عندهمش الحق يمشيو يدخلوا يديروا الناس. طيب شو رايكم ضيوفنا لو نستمع الى صوت الشارع المغربي؟ ما رايك بعمليات التجميل ثم نعود لتكمله حديثنا سويا، نستمع له. صراحه انا جو سوي توت افي كونتخ لهاد سو جونغ دو كومبورتمون، حيت الانسان نورمالمون خصو يتقبل ذاتو تل كيلي باش يكون عايش واحد الراحه النفسيه ويكون فواحد الطمئنان النفسي، فهمتي؟ بحيث هذاك طونكو كتبدل واحد الحاجه باش ترضي الناس وباش تبان زوين، اذا انت كتبان لك بان الارضاء الناس اكثر من ارضاء نفسك. لا انا ضد هذاك، ما عرفتش انا ضد ديك الفكره، ولكن كاين واحد اخر كيكون عنده شي عقده ولا شي حاجه. ما انا ضد هذه الفكره اخي، لانه الله سبحانه وتعالى عطيك واحد الوجه طبيعي، صوره طبيعيه خلقك بها، مهما بدلتها يعني عندك شك، يعني انا بحال مريض نفساني يعني. عندك شك في هذيك الصوره اللي عطاك الله سبحانه وتعالى، الشيء اللي كاين خاص تكون عندك الثقه في هذاك الوجه ديالك الحقيقي اللي انت به، هو اللي خاصك تواجه به المجتمع، تواجه به العالم. بطبيعه الحال ضد التجميل، لان كما كنلاحظوا مؤخرا فبزاف لا بالنسبه للرجال ولا النساء، فهما كيخسروا يعني اموال طائله في التجميل عوض انهم يخسروا في حوايج حتى اخرين اللي هي مهمه مثلا اللي تنفعهم في الحياه ديالهم. فبالعكس فهما كيخسروا على المظاهر اللي من بعد ما يمكنش انها تفيدهم، ولا فقط انهم باش يبانوا مثلا داخل المجتمع. وثاني حاجه ان كيحرموا نفسهم بينوا داك الجمال ديالهم طبيعي، لان الله سبحانه وتعالى خلق كل انسان عنده واحد لو شارم ديالو سبيسيال، دونك هما كيحاولوا انهم يحرفوا داك لو شارم اللي عطاهم الله. انا ماشي ضد، ولكن انا كنقول النساء اللي تيدينوا يديروا البوكس ولا سكون ابيل يعني تينوضوا تيغيروا في الصفه اللي عطاهم الله سبحانه، كتلقاها خلقها الله جميله وهي تتنوض تتصرف على الانسان تيدير عليها داك يدو، فهي ما كتدخل في شي حوايج اللي تيوصلوا بها لشي مرض صعيب او تتخرج لها القضيه في ان كونسير، ولا لانها مشات لشي حوايج اللي الله سبحانه عطاها ديالها وهي ما قسمتش به. وهو في بعض الحالات نقدروا نكونوا معاه ونكونوا ضد، يعني في بعض الحالات اللي نقدروا نكونوا ضد، لان التجميل او عمليه التجميل او المواد المستعمله في التجميل كتقدر تضر بالصحه ديال الافراد، وتقدر هذاك التغيير ديال خليقه الله فيه كيقدر يكون عندنا واحد الامل باش يكون ناحيه ايجابيه كيولي في ناحيه سلبيه. لا انا ضد لوبيراسيون ديال التجميل، حيت انا واخا وقع اللي وقع ما نقدرش نغير راسي، فهمتي؟ واخا كاين بعض الناس كيتعرضوا لشي اكسيدو وكيقول لك انا ضربت وجهي بغيت ندير عمليه تجميل غير باش يعني نرد راسي كما كنت، ولكن داك الشيء ما متفقش معاهم فيه. ضدها، واش دابا راجل يدير عمليه تجميل؟ لا يمكن صح، فهمتي؟ مراه وضد عمليه التجميل، واش الله خلقنا بواحد السيف وحنا نمشيو نبدلوا السيف اخرى؟ لا يمكن صح، فهمتي ولا لا؟ واو داك الشيء كيبقى ديالهم هما، اختيار ديالو حر في نفسه، فهمتي ولا لا؟ وعلى حسب هو كيدير، فهمتي ولا لا؟ دابا حيت دابا الانسان انفو تيتزاد، هو انفو تيتزاد كيكبر كيدير في راسه واحد شي حاجه في دماغه تيديرها، فهمتي ولا لا؟ هو اصلا من صغره دايره في دماغه انه غيبدل السيفه ديالو. بعد ان استمعنا طبعا لصوت الشارع وكلهم رجال ما شاء الله، يعني ما في ولا ست تحدثت عنا، وحده يعني ولا شيء بالنسبه كل بعضهم رجال، ولكن انا عجبني الذي تحدث انه رجل لا ولا يمكن يعمل عمليه تجميل، ولكن باعتقاد اليوم اصبحوا يقوموا بعمليه تجميل سواء شفط الدهون ليس كذلك دكتور وغيرها من العمليات، يعني رجال السياسه رجال الاعمال والسياسه اليوم. والاعلام اصبحت اليوم هناك مهن ربما ديجا سور الميكروتواتوار، يعني للاسف انا كان غير شفنا غير ذكور ودي جون، يعني انا نفس الشيء يعني كنتمنى ان نشوف اكثر نساء والراي ديال النساء في المساله هذه اول حاجه.
حاجه ثانيه هو ان كنتكلموا على التجميل وكما كان هو كيخلط بين ما هو الطب التجميلي وما هو التجميل بين قوسين. وشكون اللي كيعمل كما قلت لك قبل كيعمل هذه العمليه التجميليه؟ لان باش اي دومين عنده اهل اختصاص للاسف الا الطب وطب التجميل بخصوص كلشي كيتلاح ليه من يعني الناس خارجين على الاختصاص وخارجين على الطب. نعم. يعني فاش كنبغي شي مساله قانونيه كنمشي عند محامي ولا كنمشي عند هذاك كيفتي لي ديك الفتوه، كنبغي مساله شرعيه كنمشي عند فقيه، كنبغي من غير الطب كلشي كيتلاح ليه وكلشي كيعطي الوصفات. وعندنا المشكل حتى في الانترنت في لي ريزو سوسيو كتلقى الناس اللي دايرينها سي فغي دو كوميرس كتلقى لي بوبليسيتي الونغور دو جورني. يعطوا اسماء الدكتور اللي عمل العمليه وما الى ذلك، انا رايته على انت ما لازم الواحد يكي وهادو يعني هادو يعني كما قلت لك الطب عنده اخلاقيات ونورمالمون هذه المسائل سي ريبريموندي بار لو كونسي دو لورد يعني هيئه الاطباء. فاش كتشوف بان واحد الطبيب فلان يعني مسجل في الهيئه يعني الى في انكسي ولا دار اون بوبليسيتي كي ني با فهمتي كي هذاك راك يعني هيئه الاطباء بالمغرب يعني كتقوم بالدور ديالها وكتعاقب داك الطبيب. ولكن الناس اللي خارجين من الطب لهيئه الاطباء ما كتوصلهمش. وهنا المعضله وللاسف ثاني عندنا مشكل اخر هو كاين بزاف ديال الناس كيجيو من برا يعني بزاف الاطباء كيجيو من تركيا كيجيو من تونس كيجيو من فرنسا وهم ليسوا اطباء وليسوا اطباء وفي بعض المرات فقط في طور التخصص وكيعملوا عمليه جراحيه ماشي فقط في ديك كلينيك مي في دي فيلا سادين في دي كويزين سي كيلك شوز ديكستراوردينير اللي ولات ولينا كنشوفوا. اذا هذه مشكله كبيره يجب انه يكون هناك رقابه قويه على مثل هذه العمليات. استاذتي العزيزه استاذه ليلى، دعينا نتحدث الان، هناك من تحدث نشطات حقوق المرأة يتحدثنا عن هيمنة اقتصادية على المرأة، يعني هناك نساء بيضطروا أنهم يقترضوا المال من أجل القيام بعمليات التجميل وليس من أجل قيامها بعمل معين أو قيام بمشروع وما إلى ذلك. هل أنت متفقة بشكل سريع؟ لم يقل كثير من الوقت. موقفي ليس أتفق أو لا أتفق، هذا ليس مهم، المهم هو توضيح أسباب والابعاد ديال هذا المشكل وديال هذه الظاهره اللي حاضره بقوه اللي بدات تدخل لينا المجتمع ديالنا. نعم. النساء سي فغي هما اللي تيلتجؤوا بزاف لهذه العمليه التجميل عن البحث عن واحد الصوره، صوره خياليه، صوره فانتاسمي يعني متخيله اللي بغاو يعطيو واحد انطباع يلفول كومونيكي اترافير سو كور، هذاك الجسد هو حامل الدلالات والرموز اللي المراه تتوجهها للمجتمع الخارجي باش تقول شي رسائل، تتعطي رساله عبر الجسد ديالها. هادشي خصنا نفكروا من جذور الاشياء ماشي الواقع حنا عارفينه، ولكن اشنو كاين من مورا الواقع. دونك اشنو الخطاب اللي بغات تمرر المراه؟ هذا هو السؤال اللي خصنا نطرحه، ماذا تريد المراه؟ الى ماذا تلجا المراه؟ وماذا يريد؟ دائما نتهم المراه ولكن ايضا نعلم ماذا يريد الرجل، ولكن ماذا يريد الرجل؟ هل المراه يريد كوبي زي ما بنقول لعبه فقط؟ سريعا ما يبقى ثلاث دقائق دكتور سريعا وبعد ذلك معروف من الناحيه النفسيه يشتغل بالاستهامات لي فانتازم، بمعنى هو لي فانتازم ديالهم خص المراه تعذب الجسد ديالها باش تدبي ليه لي فانتازم. نعم. اذا هذا مشكله عند الرجل، لكن هل سيكفيه ذلك؟ سيبحث بعد ذلك عن امر اخر. لكن اريد ان اختم انا بواحد المأثورة قديمه كانوا تيقولوا بانه العقل السليم في الجسد السليم. مأثورة خاطئه، موزار، باستور، طه حسين الى اخره، الناس كلهم ما كانوش سالمين في الجسد وجاء عقلهم اسلموا من الناس اللي تيديروا لانتروفيلي اللي تعاودي يديروا لك تيور دي كوا. اذا يعني كنعتقد على انه في شغلات حلوه خلينا نكون واقعيين. لا لغائب وعلى انه المفهوم ديال الجمال. نعم. اعتقد على نحن لسنا لم ندرسه نهائيا. نحن لسنا ضد ومشينا مع الجمال اللي باغيه المجتمع. نعم. اللي هو اللي بغيتي تقول غير طبيعي. نعم. واللي تتنعدم فيه بالفعل الصوره الفلسفيه الحقيقيه للمفهوم ديال الجمال. وجمال استهلاكي. استاذة بشرى معك دقيقة. انا اللي تنبغي يوصل هو كيفاش نتصالحوا مع الاجساد ديالنا. نعم. كيفاش ان هاد المرأة تبغي راسها وتبغي الجسد ديالها كما كان باش غتصالح مع ذاتها وتكون عندها ثقة في نفسها وثقة في جسدها كما كان، يكون غليظ يكون رقيق يكون معرفتش شنو، فقط لكن عندها مشكل اضطراري ممكن يدير الجميل. لسنا متصالحين مع ما كاينش تصالح. وكذلك ان الاعلام خصو يروج هاد الصوره الايجابيه ديال الحب للجسد، لان في الوقت يكون
تتكون اعلانات ديال التجميل، تيكونوا اطباء اللي تيديروا عده اعلانات اللي تيجروا لي فام باش يقدروا انهم يغيروا هذه القضيه ديال الترميم. بحال احنا بنايه ولا معمار خصنا نصوبوه بواحد الشكل، المراه هي اكبر من ذلك والرجل ايضا اكبر من ذلك. اذا نحن نحتاج للرجل والرجل ايضا يحتاج بالطبع للمرأة. بالطبع، ولكن ربما نستطيع ان يعني نلتقي في الوسط، ليس كذلك؟ يعني هو مطالبه يخففها وإحنا أيضا ربما مطالبنا أيضا نخففها تنين بعد. هي مطالب مشتركة في بعض الأحيان، ولكن نحن الإنسان خاص يحترمنا كما تنحترمه، وكما تبغي جسدنا غنبغي جسد دياله بدون ترميم أو تقويم. ثواني قليلة وس دكتور. تكلمنا عن الجراحات الجميلة كما تكلمتكم في الأول، هي سريع. الهدف الأساسي ديالها هي مصالحة الذات والجسد مع المرآة، يعني لو اسكو نابل لو ريغار دوفون ميغوار. وماشي كاع الناس اللي اي واحد ممكن ما عندناش وصفات جاهزه لكل الناس، كل واحد على حده وباحترام المقاييس الطبيه يعني ومعايير ديال الطب والمعايير ديال الجمال. يفو با اونتري دون ليكسي، ليكسي يعني اي حاجه كتزاد على 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 يعني على هذاك كتقلب على ضدها. هذه مساله اساسيه. مساله اخرى تكلمنا عن لغه الجسد، لغه الجسد وركزنا على الجراحه، ولكن لغه الجسد على المراه راه ما كاينش غير الجراحه، حتى تبرج المراه كنتكلم على التبرج المفهوم اللغوي، ماشي تبرج المراه انك دير الماكياج ودير داك الشيء، حتى هي اللغه ديال الجسد. وما يمكنش نجيو نديرو واحد الا غادي نوليو ديكتاتوريين، نجيو نفرضوا على هذه المراه لا ما ديريش ما ديريش هكا تلبسي هكا دير كذا. نحن لا نتحدث عن الحوار ذلك. يعني نحن نريد ان نتصالح مع انفسنا، ولكن نعم هذا الحد الاستاذ نعم انا خصنا نديروا ضوابط، وي ضوابط، ولكن في اطار يعني ما يكونش هناك هوس انك تصير تشبه بالفعل. بعض الالعاب بعض السيدات اللي خاصنا ننظموا وننقحوا هذا الميدان. نعم. الناس ماشي اطباء وغير مؤهلين وماشي مدور اختصاص ما عندهم يديروا في الاختصاص. ومجتمعاتنا اذا تحترم المراه وتحترم الرجل باعتقادي سيكون هناك تصالح مع انفسنا بالفعل. ونبتعد عن كل ذلك، حيث المراه هي اساس المجتمع. انت سريع هناك بغيت نعقب عليه سريع. اللي تنقول تحمل دلالات راه ماشي باش تبيع الجسد ديالها، الدلالات رمزيه في الجسد، وحريه جسد المراه لا نقاش فيه. نعم. ما تناقشوش فيه لان المراه حره في الجسد ديالها والفلسفه الحداثيه والتنويريه. نعم. كلها ركزت على هذا موضوع اخر. نعم. ربما سنتحدث عنه، عن علاقتنا باجسادنا وايضا ربما عن الحريات كل ذلك. ضيوفنا شكرا لكم جزيلا. شكرا للاستاذه ليلى الشرقاوي استاذه باحثه في علم النفس، شكرا للاستاذه بشرى عبده مديره جمعيه التحدي المساواه والمواطنه فاعل النسويه، شكرا للاستاذ فؤاد بالمير استاذ باحث في علم الاجتماع، والدكتور حسن شادر شكرا جزيلا أخصائي جراحي تجميلي. شكرا لكم مني من نعمات كل الحب، إلى اللقاء.